شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما زلنا أيها الإخوة في سباق العشر، فهناك من سبق ونال العتق، وهناك من هو في المنتصف يجاهد نفسه ويجمع قلبه ويرجو ربه ليعفو ويصفح، وهناك من هو في غفلة لاه قلبه محروم من رحمات تتنزل. ولأن نتيجة السباق لا نعرفها الآن، فلنجتهد أيها الأخوة، فإن لم نكن ممن سبق فلنزاحم على باب العتق حتى يعفو الله عز وجل عنا، ونلزم الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألت عن ليلة القدر، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أدعو؟ قال عليه الصلاة والسلام: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إن مرور شهر رمضان بهذه السرعة إنما يذكرنا بأن الزمن لا يتوقف، وأن مجرد التباكي على ذهاب رمضان لا ينفع صاحبه ما لم يكن ذلك محفزا له على استغلال الزمان. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فهذا هو الشعور العظيم الذي ينبغي أن يوجد في قلوبنا في رمضان وفي غير رمضان، لأن العمر قصير، فلا نقصره بالغفلة والانشغال في الدنيا، فإن الانشغال بها إنما هو انشغال بما لا يجني منه العبد إلا الحسرة والخسارة. فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر صاع من الطعام وليس نقودا لحكم كثيرة، منها أنها إظهار التراحم والتواصل بين المسلمين فقيرهم وغنيهم، فهي صورة ظاهرة ومثال حي للتكافل الاجتماعي عندما يقوم المسلمون صغيرهم وكبيرهم فيخرجون زكاتهم للمساكين في آخر الشهر وكذلك في صبيحة يوم العيد. فيا له من منظر عظيم يشرح الصدور ويفرح به المؤمنون، لأنه يدل على الأخوة الصادقة والتراحم بين المؤمنين وتعظيم أمر الله. فما ظنكم أيها الإخوة بمن يرى المسلمين وهم يؤدونه بهذه الصورة الظاهرة، وكيف يكون شعوره ونظرته إلى هذا الدين وأحكامه؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.